جايز انا بشارع اكسفورد راح ادليكم على عطر ولا غلطه من لوي فيتون يصلح للجنسيه نزار 2022 كلش حلوه العطر ريحته تجنن نحب اجواء صيفيه ربيعيه تعالوا ندخل مجمع سوسو وادليكم على العطر واتعطر فيه هذا هو العطر سيتي اوف ستار حمضيات بجميعها مع النوتات البودريه وازهار بيضاء عطر ولا غلطه ويستقر على قاعده بودريه مسكيه خشبيه كلش حلو حتى على شعري اريد اشرب العطر بس ما يصير ممنوع اكثر براند احبه وعشقه هو لوي فيتون هذا هو العطر سيتي اوف ستارز يعني مدينه النجوم ياخذك اجواء ميامي كلش حلوه مجموعه هذيك الاكستريم هاي النسائيه وهاي الجنسيه وهناك الشرقي جبتني الساعه 127,000 كلش حلوه بس تعرفون المشكله الفلوس طبعا الريحه ولا اروع من عند ريحه كلش حلوه مناسبه للجنسين وهذا العطر قليل تكلمت عنه وقليل ناس تكلموا عنه كل عطر كلش حلو وبي اداء وبي جمال ريحه وياخذك الميامي هيك عاشت اجواء ميامي لكن بالمغرب مو الظهر انا عطرت الظهر كان درجه الحراره 18 تقريبا غايم جزئيا لكن الريحه كلش حلوه ممكن اشتري هذا الصيف اروح الموعد عبد الصمد القرشي في لندن عنده عطر يشبه لوي فيتون بيور عود اللي سعره 1,500 دولار عنده نفسه تقريبا يمكن 100-150 باوند سعره بس باقل اداء واقل حده بس في تقارب رايحه ما حتكلم عنه كلش حلو بعد ما خلصت راح اخذت لي شاورما من نجوى رود وهسه رايح للبيت نفسنا يابا عصير برتقال طبيعي والله فيتامين سي